في إطار احتفالات أكتوبر المجيدة، شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الختامية للمناورة رعد 32 بالذخيرة الحية. المناورة نفذتها وحدات من المنطقة الغربية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وعناصر من القوات الخاصة للمظلات والصاعقة على مدار عدة أيام. في إطار احتفالات القوات المسلحة بانتصارات أكتوبر المجيدة، شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الختامية للمناورة رعد 32 بالذخيرة الحية، والتي نفذتها وحدات من المنطقة الغربية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وعناصر من القوات الخاصة للمظلات والصاعقة على مدار عدة أيام، في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من دارس الكليات والمعاهد العسكرية. بدأت المرحلة بعرض ملخص الفكرة التكتيكية لمراحل المناورة، كما تضمنت المرحلة إدارة أعمال القتال لتطوير الهجوم بمعاونة القوات الجوية. تحت ستر الوقاية المحققة لوسائل وأسلحة الدفاع الجوي وبمعاونة المدفعية لتدمير الاحتياطيات وإرباك وتدمير مراكز القيادة والسيطرة المعادية، كما قامت العناصر المدرعة والمشاة الميكانيكي بتطوير الهجوم واختراق الدفاعات المعادية والاشتباك معها وتدميرها بتناغم كامل بين كافة عناصر تشكيل المعركة. أظهرت المرحلة الختامية المستوى الراقي الذي وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية، واستخدام لأحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات. ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال المنطقة الغربية العسكرية في كافة المهام التي توكل إليهم، مشيدا بالمستوى الراقي الذي ظهرت به كافة العناصر المنفذة للمناورة، مما يعكس استعدادا قتاليا عاليا وتدريبا راقيا أدى إلى الاحترافية في تنفيذ المهام المخططة، مؤكداً أن القوات المسلحة قادرة على تأمين حدود الدولة والدفاع عن أمن مصر القومي بما تملكه من منظومة تسليح متطورة في كافة التخصصات وفرد مقاتل محترف قادر على تنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف. وفي سياق متصل، كان الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد تنفيذ إحدى المراحل الرئيسية للمناورة رعد 32، والتي تم تنفيذها باستخدام نظم ومقلدات الرماية المايلز لتحقيق أقصى درجات الواقعية خلال تنفيذ المرحلة. وظهر خلال المرحلة ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالي عالٍ، فضلاً عن المهارة في استخدام أحدث وسائل التعاون والسيطرة الفنية والإدارية لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء مراحل المعركة، كذلك القدرة على استخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات. وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدداً من القادة والضباط في أسلوب تنفيذهم للمهام والواجبات المكلفين بها، وفرض عددا من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدراتهم على اتخاذ القرار السليم لمواجهة المتغيرات المختلفة أثناء إدارة العمليات. يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة للحفاظ على الجاهزية القتالية للأفراد والمعدات
بما يسهم في تنفيذ كافة المهام التي توكل القوات المسلحة من أجل الحفاظ على الوطن وصون مقدساته.